بناء على توصيه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وموافقه اللجنه التنسيقيه اعلنت شؤون الطيران المدني انه سيتم تحديث اجراءات الدخول لمملكه البحرين عبر مطار البحرين الدولي بدءا من يوم الاحد المقبل الموافق الحادي والثلاثين من اكتوبر الجاري حيث سيتم اعتماد جميع شهادات التطعيم التي تحتوي على رمز كيو ار للتطعيمات المعتمده من قبل منظمه الصحه العالميه او مملكه البحرين واشارت شؤون الطيران المدني الى انه يمكن الاطلاع على اجراءات الدخول لمملكه البحرين من خلال الموقع الالكتروني التابع لوزاره الصحه